طيب ايه سبب العقار 50؟ محل الملابس اللي تحت. طب احنا كل عقار هنعرف انه ليه سبب معين؟ لا، كل ده محتاجين نعرف تحليل دقيق عنه اكتر من خلال ضيوفنا اللي معانا دلوقتي، الدكتور سهير حواس، استاذ التصميم العمراني بكليه الهندسه جامعه القاهره، معانا دلوقتي بالصوت والصوره. اهلا بحضرتك يا دكتور سهير. اهلا بيكي. اهلا يا دكتور. اهلا. ومعانا كمان الدكتور ريهام عرام، مدير اداره الحفاظ على التراث في محافظه القاهره. اهلا بحضرتك يا دكتور ريهام. اهلا وسهلا يا فندم. معانا على التليفون طبعا. طيب انا هبدا مع دكتور سهير، لانه المباني التاريخيه كمان يعني عايزين نعرف قد ايه هي صامده وباقيه، واللي بيحصل ده هل ليه اي علاقه اصلا باي مبنى تاريخي؟ دايما احنا على ثقه انه باقي، مع طبعا اعمال صيانه، مع بعض الترميمات اللي مطلوبه. هل ده صحيح، ولا المباني التاريخيه دي لا قدر الله ايضا ممكن تكون معرضه لاي شيء؟ يعني الحقيقة حضرتك بتكلمي عن مباني عمرها بيتراوح من 100 سنة لحد 70 سنة تقريبا. يعني منطقة القاهرة الخديوية فيها حوالي 500 مبنى مسجل كمبنى تراثي. أيوة. لكن تصوري بقى حضرتك المباني دي عايشة لسه، وبنسمي النوع ده من المباني إنها حية، لأن بتأدي دورها الوظيفي وفيها ناس عايشة وفيها مرافق، مية وكهرباء إلى آخره. فعشان كده ده الفرق اللي بينها وبين الأثر. الأثر أقدم، واحيانا الاثار ما بتكونش حيه زي هذه المباني. احنا بنطلق عليها مباني ذات قيمه متميزه. أيوة. او مباني تراثيه. لان المباني دي حيه وفي ناس عايشه، فمحتاجه صيانه. طبعًا. لانها مستخدمه. معانا الزملاء جايبين لنا مثلا عماره اللي هي واحد شارع مظلوم باشا اللي في ميدان الفلكي، العماره اللي هي واحد شارع مظلوم، حاجه تحفه، عماره جميله في ميدان في ميدان الفلكي، ودي من العمارات اللي خضعت للتطوير من الخارج والترميم. ولكن مشكلة العمارات دي حاجتين. أول حاجة إن إحنا بنوضبها من الخارج، كل الشغل بتاعنا للوجهات من الخارج، وما بندخلش جوه نعمل الصيانة اللازمة. بنتركها للمالك أو لشاغلي العقار. العمارات دي بتجيب دخل بسيط جدا لمالك العقار. بالظبط. فما بيغطيش الصيانه او تكاليفها والاحتياج لانك تخلي المباني دي في حاله جيده. طيب اسمحي لي يا دكتور، معلش، دي جزئيه مهمه قبل بس ما ننتقل يا دكتوره من الجزئيه دي. معلش خلينا في الجزئيه دي نروح للدكتور ريهام عرام. دكتور ريهام، حضرتك مدير عام اداره الحفاظ على التراث في محافظه القاهره. هل الحفاظ يا فندم على هذه العمارات الاثريه اللي طالعه قدامنا على الشاشه، واللي الدكتوره سهير تفضلت وتحدثت عن اهميتها التاريخيه، هل اداره حضرتك هي المعنيه بالحفاظ على هذا التراث؟ اولا طبعا انا بشكر حضراتكم باهتمامكم بموضوع القاهره الخديويه، ودكتور سهير من يعني هي اول واحده اشتغلت على عقارات القاهره الخديويه مع محافظة القاهرة، وكان يعني ليها باع طويل في إعادة تأهيل العقارات الموجودة في منطقة وسط البلد. الحقيقة هي ما فيش إدارة واحدة تقدر على القاهرة الخديوية ولا مؤسسة واحدة. ده كانت اللي هو خالد عبد العال محافظ القاهرة كان وجه بإن احنا نشتغل مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للحفاظ على هذه العقارات ولإحيائها. الإدارة مسؤولة، الحي مسؤول، المحافظة مسؤولة، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وزارة الإسكان، اتحاد الشاغلين وملاك العقارات والشركات المالكة للعقارات اللي بعضها شركات كبيرة وشركات ومطورين عقاريين وشركات تأمين وشركات كبيرة، كلنا مسؤولين عن الحفاظ عن منطقة وسط البلد وليست جهة واحدة. ويمكن النقطة اللي أشارت ليها دكتور سهير هي عدم ان احنا بنشتغل على احياء واجهات العقارات
وده حقيقي، واتعمل عليها مشروعات كبيرة وسنين، واتصرف عليها مبالغ كبيرة للحفاظ على الكثير من هذه العقارات وإحيائها على أصول فنية. بس اللي جوه يا دكتورة، اللي جوه الحضاري. اللي جوه بيحصل ايه؟ يعني العمارة 50 قصر النيل وقعت بسبب ان واحد عمال يكسر حيطان، هل ليكم ولاية عليه؟ تمام يا فندم. هل ايه يا فندم؟ هل ليكم ولاية عليه تمنعوه من ده؟ لان ده متكرر في اكتر من مكان. طبعا طبعا يا فندم، احنا في الفترة الاخرانية تم اخراج مخازن من منطقة وسط البلد فوق ال 500 مخزن في اخر اسبوعين. يمكن ان ده كان لحق، جالي اخبار ان هو حاسس ان احنا بنخرج المخازن من وسط البلد. احنا عندنا منطقه الازبكيه والموسكي، خرج منهم بالضبط في اخر اسبوعين اكثر من 500 مخزن، وتم رفع فوق ال 1000 لافته غير قانونيه محطوطه على واجهات العقارات، والكلام ده موثق وبالصور وبحملات. لكن في ناس لكن في ناس بتتجاوز ده، يعني لا تنتبه للافتات. احنا معانا في التقرير صور لافتات، معلش ممكن نجيبها وحضرتك تعلق لنا عليها. ده لسه موجود. مش بس تعلق لنا عليها يا دكتور، اهميه الالتزام، يعني دي خطوه مهمه، لكن رد الفعل شكله ايه؟ ما هو ممكن ما يلتزمش وياخد طريقه. قانون يا فندم، في عقاب قانوني، ورد الفعل زي ما حضراتكم شفتوا انه في نفس اللحظه كان منتقل السيد محافظ القاهره اللي هو خالد عبد العال والفريق، وادوا الشقق للمتضررين. لكن العقاب القانوني ده اللي نص عليه القانون يا فندم، وهو ده اللي هيتحاسب عليه وفقا للجنه الهندسيه واللي هتقرره. في عندي زي ما اشار الدكتوره سهير يمكن 500 عقار او اكثر مسجلين طراز معماري، انما عقارات وسط البلد بشكل عام فوق ال 1500 عقار. ان كل واحد، ان احنا يبقى فيه واحد واقف على كل شقه بيراقبها، ده شيء مستحيل. طبعا اكيد الضمائر فلازم يبقى فيه عقوبه رادعه صاحيه ومراقبانه، لذلك في عقوبات رادعه وفي اجراءات رادعه بتتم في اخر اسبوعين. تمام. طيب نروح لدكتور سهير، بما اننا توقفنا عند العقوبات. يعني دكتور سهير، حجم المباني يا فندم اللي محتاجه للترميم، اللي محتاجه لنظره سريعه علشان يعني ما يصيبهاش او لا يطالها اي شيء لا قدر الله، ونفضل محافظين على تراثنا، قد ايه يا فندم؟ احنا عندنا في وسط البلد قاهره خديويه حوالي 500 عقار، ال 500 هم ثروه قوميه محتاجه عنايه، العنايه دي ما بين الترميم من الخارج والداخل، واهم من كل ده برنامج الصيانة. يعني حضرتك الصيانة بنفس أهمية الترميم. أنا بصرف النهاردة مبالغ كبيرة علما أن المنطقة دي في مياه تحت الأرض، كل المباني اللي فيها بدروم والأساسات غرقانة مية، فمحتاج النظرة إلى التربة ومعالجة المياه اللي بتعرض 500 الأساسات بتاعة المباني يا فندم دي لمشاكل. كلهم دون كلهم ولا بعضهم يا دكتورة؟ بالظبط. أي مبنى زي البني آدم كده محتاج صيانة، محتاج عناية. مفيش مبنى يبقى واقف وفي ناس واسيبه واتوقع ان هو يبقى سليم. طيب. في مصاعد لازم اعمل لها صيانه. تمام. حضرتك شايفه ازاي ده بيتم في ضوء يعني في ضوء ما تفضلت بيه دكتوره ريهام، ان في جهاز تنسيق الحضاري وفي المحافظه وفي وزاره الاسكان وفي الشركه المالكه للعقار او ملاك العقار، ولو ان في حادثه قصر النيل ده هم مش لاقيين الراجل اللي اشترى العقار اساسا، وبيدفعوا الايجار للمحامي لان شراه من بنك، فالملكيه تنقلت ما بين اكتر من طرف. فكره ان ما يكونش في طرف او جهه هي اللي تتحمل ده، هي المسؤوله ده عن صيانه العقار، حضرتك شايفه ده ازاي؟ ان المسؤوليه موزعه، مش عارفين نكلم مين في العقار 50 قصر النيل. ما احنا محتاجين اعاده صياغه لاداره هذه الثروه، دي بنسميها اداره الحفاظ. بيبقى في خبراء، في مجلس امناء بيدرسوا وممكن دراسه حاله بحالتها، يعني غياب المالك، لكن في محامي بتنتقل المسؤولية للمحامي اللي بيدير. علما ان مفيش مبنى ممكن اي اعمال تجرى فيه الا لما بياخد ترخيص بده.
كون المصنع الملابس ده شال حيطة، فواضح ان هو اشتغل بعيد عن القوانين وبدون تصريح. لكن كان لازم السكان اول ما استشعروا ان في اعمال بتتم كان لازم يبلغوا. يعني ما فيش حد يتساب يشتغل الا لو اثبت انه معاه تصريح، والجهاز التنسيق الحضاري مسؤوليته مراجعه الاعمال دي وبيروح يعاين، وفي لجنه في المحافظه مختصه ايضا بحصر هذه المباني. هل هي معنيه بدوله موقف المبنى مره ثانيه؟ هل دكتوره ريهام حضراتكم اللجنه اسمها لجنه حصر المباني؟ طبعا دي لجنه من كبار الاساتذه على فكره، كبار الاساتذه الاستشاريين، يعني لجنه من اساتذه من كليات هندسه ومن تخصصات مختلفه، تخصصات هندسية عمارة ومدني وتاريخ وفنون وعمارة وكذا تخصص، كل دول بيدرسوا مع بعض يعني وضع العقارات اللي في وسط البلد، اللي عموما العقارات ده تتراز المعماري المميز في القاهرة كلها من بره. لكن يا دكتورة الناس اللي بتفتح حيطان، الناس اللي من جوه، ما هو اللي بيفتح حيطان هي الواجهة زي الفل، لكن من جوه بيفتح حيطان زيه بالظبط. ما هو ده واحد في اي عماره بيحصل، يعني بيحصل مخالفات ممكن يجرى عنها كده، وده بيتعاقب بالعقاب القانوني الرادع. احيانا قد تحدث الكارثه زي اللي حصلت دي، وهو بيستغل عاده فرصه يعني مثلا احداث كبيره زي انتخابات او سلبيه السكان، زي ما برضو الدكتوره سهير اشارت ان ما حدش بيبلغ، فبتحصل الكارثه في ثانيه ممكن تحصل ده. ربنا يستر يعني ان شاء الله ما يبقاش في. احنا بدانا عنها في الفتره الاخيره مراجعه كل العقارات وحاله كل العقارات، سواء الطراز المعماري اللي موجوده في القاهره كلها، وجه بكده السيد المحافظ، ووفقا لتعديلات القانون اللي هتسمح بترميمها او الحفاظ عليها، هيتم فعلا الشغل فيها في الفتره دي ضروري جدا بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وان شاء الله ما يكونش فيه يعني صوره زي اللي احنا شايفينها دي مره ثانيه، صوره العقار 50 شارع قصر النيل. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور ريهام عرام، مدير عام اداره الحفاظ على التراث في القاهره، شكرا ليكي. وشكرا دكتور سهير حواس، استاذ التصميم العمراني بكليه الهندسه جامعه القاهره. دي مش مجرد عمارات شكلها حلو او تحف فنيه، دي ارواح وبني ادمين وعائلات وتاريخ وحضاره وحكايات كتيره لشخصيات مهمه في مجتمعنا العربي كله مش المصري بس، ولذلك القضيه كبيره، القضيه اكيد محتاجه زي ما ضيوفنا قالوا لتضافر وتنسيق بين جهات كتيره جدا علشان ما نسمحش في التجاوز مره تانيه.